الحقوقات هرتونا وبالحقوق نسيتونا وحكومة جود جود وفين هي ديك الوعود. كاتحاد وطني الشغل المغرب برغم اهتمامنا بما يجري في فلسطين وبما يجري في قطاع غزة من مذابح ومن مجازر، اليوم كنقوموا بهذا يعني بهذه الوقفات الاحتجاجيه في عده مدن مغربيه من اجل الاحتجاج على القرار ديال الحكومه ديال الدعم ديال البيتاغاز. اليوم كان على الحكومه اولا دير اجراء ودير تقييم الرفع الدعم على المحروقات والاثار ديالها على الشغيله والاثار ديالها على الاجور ديال الشغيله والاثار ديالها على القدره الشرائيه ديال المواطنين وديال الاسر المغربيه. اليوم باقي حنا كنتكلموا على الغلاء ديال الاسعار ديال المحروقات، اليوم كتزيد الحكومه كتاخذ قرار اخر ديال رفع الدعم على البيتاغاز والزياده في الاسعار ديال البيتاغاز وغادا تزيد، هذا غير البدايه. ومع الحكومه عولة بان باش المواطن يؤديها بالتكلفه ديالها حقيقيه، وبالتالي اليوم البيتاغاز هي كتهم جميع المواطنين. اذا كانوا المحروقات كتهم المواطنين اصحاب السيارات، اليوم البيتاغاز كتهم جميع الاسر المغربيه، سواء الاسر اللي عندها دخل محدود ولا دخل متوسط ولا دخل مرتفع. كان على الحكومه انها ما تقدمش على هاد رفع الدعم على البيتاغاز حتى تقوم باجراءات اخرى من اجل يعني التثقيف ديال الاسعار الباقيه والتثقيف ديال الاسعار ديال المواد الاساسيه، باش ما يكونش الارتفاع البيتاغاز تكون عنده اثار سلبيه على القدره الشرائيه ديال المواطنين وعلى القدره الشرائيه ديال الشغيله. في الوقت اللي النقابات والاحزاب اللي خصها تتكلم اللي خصها تخرج تحتاج اللي المفروض انها تحمي او ترفع شعار حمايه المواطنين والدفاع عنهم والمطالبه ديال هذه الحكومه هذه بحمايه القدره الشرائيه، نرى صمتا رهيبا، نريد ان نكسر هذا الصمت بهذه الوقفات التنديديه والاحتجاجيه ضد هذه الحكومه اللا اجتماعيه واللا شعبيه اللي رفعت الاسعار في جميع المواد في جميع المجالات وما كتكتفيش برفع السعر مره واحده بل مره ومرتين وثلاث مرات. وكنعيشوا هذا العام هذا للسنه الثالثه على التوالي ارتفاعا غريبا وغير مسبوق في سعر الاضاحي، بحيث ان واحد العدد كبير من الاسر من الفئات المتوسطه ماشي الفئات الفقيره ما غاديش تقدر انها تشتري الاضحيه وتفرح مع الوليدات ديالها. والسبب واضح، الحكومه تدعم كبار المستثمرين اللي هما يدعمون بعضهم البعض وتترك الفلاح والكساب الصغير يعني عرضه للفقر ايضا، وهذا الشيء ماشي معقول في الحقيقه، وكيخص شي صوت يرتفع ويقول بان هذا الشيء ماشي معقول وان هذه الحكومه من نهار جات وحنا كنعيشوا هذا التدهور في القدره الشرائيه اللي مس جميع الفئات ماشي غير الفئات الفقيره ولا شو، وزدادت الفئات الفقيره ولا شو فقرا طبعا في ظل صمت رهيب غير مفهوم نكسره اليوم بهذه الوقفه الاحتجاجيه. اليوم الاتحاد الوطني الشغل المغرب بجهه الرباط سارة القنيطره اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه راه ان شاء الله ستليها وقفات اخرى لا على مستوى الاقليمي ولا على مستوى الوطني ولا مستوى المحلي، ونطالب من هنا أن هذه السياسة التفقيرية اللي أتت بها الحكومة عليها أن تراجعها مرة ثالثة، وأن لا تبقي في السياسة ديال التفقيرية، وأنها تفتح باب ديال الحوار الجاد والمسؤول من أجل أن نجد حلا لارتفاع هاد الأسعار. كان من الممكن أن الحكومة دير واحد الالتفاتة تخفض حقيقة من الثمن ديال الليتر ديال المحروقات، بحكم انه بامكانها لانه تستفيد كذلك حكومه عندها واحد الدخل من هذا المبيعات نتاع المحروقات، بحكم انك ما تعلمون كاين واحد الضريبه اللي تؤدى ومفروض لا تخفضات من الضريبه غادي تخفض كذلك من ثمن الليترو ديال البنزين، وهذا بالطبع غادي يخفف يخفف على المواطن المغربي ذلك الغلاء اللي كيشعر به وكيكوى به. فكنقول كذلك المساله تاع القانون تاع التنافسي اللي كان فيما يتعلق بهذا الثمن المحروقات، المفروض انه التنافسيه كان القصد من على اساس انه باش يخفضوا يكون تنافس في تخفيض حقيقه الثمن ديال المحروقات. للاسف حنا كنلاحظوا كاين هناك واحد اجماع ما بين رؤساء تاع الشركات على اساس باش يوحدوا ثمن المحروقات، باش والملاحظ انه بين شركه وشركه قد تجد حقيقه واحد الانخفاض في ثمن اللتر نتاع البنزين ما كيتجاوز 21 سنتيم،
بمعنى ان المواطن مابقاش عنده خيار انه غيشري من اي شركه بنزين، وهذا كيخلي انه دائما الاسمكه تبقى مرتفعه. حنا كنقابين حنا كنقوموا بالدور ديالنا على اساس باش نحاولوا حنا مواطنين كباقي المواطنين كنقوموا بالدور ديالنا على اساس باش ندافعوا على ضد في حقيقه هذا الغلاء، كنحاولوا نديروا الجهد ديالنا على اساس باش نشعروا الناس ونحاولوا كذلك الاشارات كنصيفطوها للحكومه باش تكون هناك التفاته على اساس باش تراجع على هذه الامور.